اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني والفقره الثانيه من حلقه النهارده. لو حضرتك تتذكروا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على موضوع بيهم كل بيت في مصر، موضوع بيعتبر هو آفه العصر الا وهو السمنه. السمنه زي ما حضراتكم عارفين بتمثل مشكله مش بس للانسان المصاب بيها ولكن للمحيطين بيه. الانسان حركته بتقل، مجهوده بيقل، بالاضافه انه بيبقى عرضه لمجموعه من الامراض خاصه امراض القلب او السكر. فموضوع السمنه ما يكفوش حلقه واحده، بالعكس احنا لازم نتكلم عليه وننبه الناس ليه في اكثر من لقاء. وده اللي خلانا النهارده نستضيف دكتوره هدى عبد الرحمن اخصائي التغذيه لعلاج السمنه والنحافه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. اهلا بك. دكتوره هدى عبد الرحمن حاصله على دبلوم التغذيه من جامعه ستانفورد الامريكيه. اهلا بيك يا فندم. واحنا بنستكمل النهارده موضوع بدأناه الحلقه اللي فاتت عن السمنه. بالظبط كده. اتكلمنا فيه عن الهرم الغذائي، واتكلمنا فيه عن مشاكل السمنه وازاي نقدر نقول ان الشخص هو انسان سمين او بيعاني من سمنه من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه او السمنه المنخفضه او حتى لو هو اقل من الوزن الطبيعي. فاتكلمنا عن النحافه برضه. في حلقه النهارده حابين نبتدي مع حضرتك بسؤال مهم جدا احنا قفلنا بيه الحلقه اللي فاتت، ان موضوع السمنه بيؤثر على البيت كله. فاحنا عندنا مشكله حقيقيه مع صغار السن والاطفال. بالظبط. فحابين نستفسر من حضرتك، هل يا ترى الموضوع صغار السن والاطفال والمراهقين في دايرة اهتمام المختصين بموضوع السمنة والنحافة؟ طبعا، يعني هم الأطفال أهم حاجة في حياتنا، دول إحنا المسؤولين عنهم تماما. فالأطفال اللي عندهم سمنة دول من أكتر الأطفال العرضة لمشاكل كتير في حياتهم. يعني بتبدأ دايما بمشاكل في المدرسة مع زمايلهم في المدرسة، تعليقات، الكلام ده. المشكلة كلها في الأطفال دول إن هم بيبقى عرضة لمشاكل أمراض كتير قوي لما بيكبروا كمان. فاحنا لازم نتعرض الاول في موضوع السمنه ده ان احنا نحاول نعمل لهم زي ريجيم. ريجيم طبعا. الريجيم للاطفال ده بيبقى حاجه بتبقى سهله جدا، ما فيهاش اي مشاكل خالص. هو بيتبادر للذهن من كلمه ريجيم في الاول ان انا هحرمه من الاكل. خالص خالص، احنا بس احنا هنقلله شويه من الجانك فود اللي هو البرجر والبيتزا والحاجات اللي احنا للاسف احنا اللي بنعودهم عليها، الوجبات السريعه. بالظبط. والمطاعم اللي هي بالظبط احنا بنستسهل على مواد حافظه كتير. احنا لا، ده مواد الحافظه دي موضوع تاني خالص. لا، ده مشكله تانيه. الاطفال بالذات الرجيم بتاعهم سهل جدا، ما فيهوش حاجه، احنا بس هنقلل لهم السكر، النشويات الكتير، الجانك فود، الدهون الكتير، مع ان الدهون مهمه جدا ليهم. يعني نقلل السكر في الاكل بصفه عامه. بالظبط، لازم نقلل السكر. انت عارف الاطفال موضوع السكريات والحاجات المسكره لازم ندي الاطفال سكر جدا، يعني هو لازم هنديهم سكر. لازم الطفل لازم ياكل كل حاجه في الدنيا، سكر، دهون، بروتين، اي حاجه، يعني كل الحاجات دي لازم ياكلها. الدهون مهمه جدا، احنا في اوقات بنمنع الطفل عن الدهون مع انها مهمه جدا علشان يعمل الهرمونات اللي في جسمه، علشان يخزن الفيتامينات في جسمه. يعني ما ينفعش امنعه خالص عن الدهون، لازم اديله دهون بس اديها له بطريقه سليمه. ما ينفعش اديله دهون في هيئه برجر مثلا، البرجر ده مش هيفيده خالص، بالعكس ده مليان صويا، ده حتى مش بديل للبروتين. يعني انا لما بعمله برجر في البيت باللحمه اللي انا بعملها له في البيت، باللحمه المفرومه بتاعتنا، غير لما اكلها له بره. فالمشكله كلها ان احنا اللي بنلخبط الدايت بتاع اولادنا، احنا اللي بنلخبط لهم اكلهم، بنستسهل قوي وبنديهم فلوس وبيروحوا بقى هم ياكلوا بره. طب زي ما حضرتك عارف احنا برنامجنا توعوي برضه، فاحنا عايزين نقول يعني الدهون انسب صوره ممكن اديها للطفل، ادي له دهون يستفيد بيها ما تبقاش لود عليه ولا انها تؤدي لسمنه. يعني بالظبط كده، هي كميه ضعيفه من الدهون، مش كميه كبيره جدا، بس كميه يا دوب يعني يعيش بيها، كميه تحميه. يعني الدهون دي مهمه جدا طبعا في حمايه حتى الاورجنز او الاعضاء الداخليه بتاعتنا. هو لسه بيبني جسمه، فهو يعني محتاج دهون دي جدا. الأم تبقى حريصة جدا وهي بتعمل أكل إن هو ما يبقاش فيه نسبة بالظبط زيوت أو عالية، أيوة زيوت مهدرجة عالية أو زبدة أو سمنة. ما تزودش قوي من الحاجات اللي ممكن تأذيه، ما تزودش من الدهون، ما تزودش من السكر، الشوكولاتة تبقى حتة شوكولاتة مش شوكولاتاية كاملة على بعضها، ما تديلوش الشوكولاتة ياكلها هو لوحده. السكر ما زودلوش طبعا من السكريات، ما تديلوش عصير في التاني في التالت، تلات أربع كوبايات، بقلل قوي من السكريات حتى في أكله. سكر مهم جدا طبعا
طبعا للنشاط، ان هو الطفل بيبقى نشط جدا. ممكن نصعب بالفاكهه يعني، الفاكهه بالظبط، والفاكهه مهمه جدا جدا للاطفال. يعني احنا ككبار انا بحاول برضو في الدايت اقلل شويه من الفاكهه للكبار، لكن الاطفال مهم جدا بالنسبه لهم ياكلوا كل حاجه احنا بناكلها. طبعا الحاجات اللي احنا بناكلها اللي هي الخضار والفاكهه والنشويات والرز كل الحاجات دي. لكن لو هطول بقى وهاكل لهم البرجر والبيتزا والحاجات دي، لا انا كده ببقى بلخبط لهم حياتهم والدايت بتاعهم خالص. وبالذات ان الاطفال كمان التخان او عندهم مشكله السمنه، بتحس كمان ان هم عندهم مشاكل صحيه، يعني بتلاقيهم بيشخروا وهم نايمين، لما بيكبروا شويه بتبدا مشاكل، تبقى على قلبهم، ما بيعرفوش يتحركوا، ما بيعرفوش يلعبوا رياضه. بالظبط، حتى التحصيل الدراسي بتاعهم بيبقى يعني هو ضعيف. ممكن يعني ياكل برضه، بس احنا من البدايه كده نعوده على ممارسه الرياضه يعني. بالظبط كده، دي اهم حاجه. الطفل قدام الاجهزه الحديثه هي بقى، المشكله كلها في الكمبيوتر الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل، المشكله كان كلها عدد في كده. الساعات نفسها كافي ان هو يزود الوزن. بالظبط كده، القعده الكتير قدام الكمبيوتر. احنا بنقول للطفل اصلا من ساعه بيبقى عنده مثلا 3 سنين، لما بيفهم يمسك ازاي الموبايل بنقول ما ينفعش اكتر من ساعه في اليوم. فتخيل لما بيكبر وبيبدا بقى ايه يقعد على الكمبيوتر. احنا لازم نعلمهم هم صغيرين هم يحبوا الرياضه. اول ما يبقى عندهم مثلا 3 سنين او حاجه، نبدا بقى نوديهم النادي، يلعبوا جمباز، يلعبوا سباحه، الحاجات اللي الطفل محتاجها علشان ينمي برضو عضلاته. فالاطفال محتاجين جدا للرياضه. دكتور هدى، لو طلعنا للسن الاكبر شويه، يعني من ملاحظتي انا الشخصيه من طبيعه شغلي، ان انا لما ببقى متواجد في بعض المستشفيات او العيادات اللي هي بيبقى فيها اخصائي تغذيه او سمنه ونحافه، او بافاجئ بمشهد متكرر في العيادات في مصر، الا وهو بتبقى الام موجوده او الوالد ومعاه ابنه في سن ثانويه عامه او بنته في سن ثانويه عامه او بدايه الجامعه، وبتعاني من سمنه مفرطه فعلا. المشهد ده متكرر، مش عايز اقول بنشوفه لحضرتك كتير يعني، فعلا، انا بشوفه من اسكندريه للصعيد بنشوفه كتير. فاحنا سن المراهقه وسن ما بعد المراهقه سن الشباب، لا عندنا مشكله حقيقيه يعني. احنا يعني لو رجعنا لورا شويه في التسعينات يعني، لا ما كناش كده، كانت الدنيا مختلفه، ما كناش كنا كده حريصين خالص. جدا اي على نلعب رياضه، كنا بنصحى من بالظبط، الفجر عشان نروح نشترك في دورات طريقه اكلنا رياضيه، كانت مختلفه. كان طريقه الاكل فعلا مختلفه. فعايز برضو من حضرتك يعني توجيه لهذا السن، لان فعلا الموضوع يعني ابتدى يبقى مزعج جدا يعني، فعايزين بالظبط. توجيه للجزئيه دي. الشباب اللي في سن البلوغ دول اكتر ناس عرضه لمشاكل اكبر بكتير من الاطفال. يعني احنا ممكن نلحق الطفل وهو صغير نحببه في الرياضه ويبدا يلعب، لكن اللي بدا يكبر ده خلاص اتعود على طريقه حياه مختلفه، فلازم يبقى عارف ان هو ممكن يتعرض لمشاكل صحيه ممكن تخليه مش زي بقيه زمايله او اصحابه. يعني الاطفال المراهقين اللي في سن البلوغ ممكن يبقى عنده التهاب مفاصل في سن 40 سنه، يمكن كمان اقل من كده. للاسف ممكن كمان تحصل حاله، طبعا هي ما بتحصلش في كل حالات السمنه، لكن في حاله من عدم القدره الجنسيه بسبب الدهون الكتيره اللي بتبقى في الجسم. يعني نسبه بالنسبه للبنات تحديدا يعني بيبقى البنات مشكله جدا في والصبيان، البيت، المشكله كلها في الهرمونات، مشكله البوليسيستيك اوفرز او التكيس المبيض المتعدد، دي مشكله مشاكل. بقت مشكله كبيره النهارده، بالظبط، لان فعلا في بعض الحالات يعني فعلا بيتاخر الانجاب بسبب السمنه، بالظبط كده، وبيبقى ما فيش حاجه قصاد دكتور النساء او دكتوره النساء غير ان اول حاجه يقول له قلل وزنك، بالظبط كده. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. دي مشاكل كتير، ده في مشاكل كتيره قوي بنقول للمريض قلل وزنك. غير كده ده حكايه النفس، حكايه القلب، حكايه تصلب طب خلينا الشرايين. نتكلم بشكل عملي يعني. هو طبعا لما اقول للمريض قلل وزنك، هو طبعا هي نصيحه بتبقى من الطبيب او من طبعا. او من اي حد، فندي زي خريطه طريق كده، ازاي انا كشاب وفي يعني في بدايه العشرينات او داخل على العشرينات وبعاني من سمنه، قلنا اول حاجه الرياضه، ايه تاني غير الرياضه؟ لازم نعمل نظام غذائي متكامل. ما ينفعش احنا مبدئيا هنمنع الفاست فود يعني، هنمنع كل الفاست ما فود، ده هو اول حاجه. طبعا اصحاب مطاعم الفاست فود هيزعلوا مننا، بس ده طبعا ده احنا غصب عننا ده يعني. رقم واحد حاليا، طبعا، ده اللي في ايدينا ان احنا نوقف الاكل اللي هو ما بيحتويش على مواد بالظبط غذائيه مفيده. بالظبط كده، ونوقف الاكل اللي فيه المواد الحافظه. المواد الحافظه دي من الحاجات السيئه جدا ان احنا بنتعرض لها، وبلاش ناكل. بس كل المعلبات وكل الحاجات دي للاسف بتلاقي عليها مواد حافظه. للاسف الحاجات دي كلها عليها مواد حافظه. طب ليه احنا ما ناكلش في البيت؟ ليه احنا ما نعملش العصير بتاعنا في البيت؟ ليه انا ما اعملش البرجر بتاعي في البيت؟ يعني ممكن ماما تساعدني كتير في ان انا اعمل الدايت بتاعي صح. لازم افطر كويس جدا الصبح، مفيش مشكله ابدا ان انا اكل بيض الصبح
الصبح بروتين مع شويه فاكهه مع شويه خضار، الحاجات دي هتزود لي. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو في مشكله في السن ده ان هو ممكن يحرج ان هو يكون رايح الجامعه ومعاه السندوتشات بتاعته. احنا ما كناش بنتحرج واحنا صغيرين. الموضوع بقى موضه دلوقتي ان لازم اشتري من اي هو لو عرف المشاكل لو عرف المشاكل اللي هو ممكن يتعرض لها احنا محتاجين نغير شويه الفكر. لازم يغير فكره تماما، يعني الشاب في السن ده لازم يغير طريقه تفكيره تماما. ما ينفعش ياكل فاست فود، ما ينفعش ياكل عيش فينو كتير اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش رده، احنا لازم ناكل العيش بتاع الرده بتاعنا بتاع زمان. السندوتشات بتاعتي لازم تبقى جاهزه معايا، احنا كنا كده زمان واحنا في المدرسه واحنا في الكليه ما كناش بناكل فاست فود. طيب الرياضه؟ الرياضه طبعا نبتعد عن الفاست فود. اكل صحي. اكل صحي ونبدا نبعد تماما عن السكر الابيض. طيب في حاجه ثانيه مهمه، هي عادات النوم بقى. يعني احنا عندنا مشكله بالنسبه للشباب وخاصه في فتره الاجازات، يعني سواء في الصيف او في اجازه نص سنه عدد ساعات النوم بيقل جدا. فهل يا ترى ده ليه تاثير على زياده الوزن؟ طبعا احنا اي انسان طبيعي عادي ادلت اللي هو الناس الكبار دول بيناموا 8 ساعات بالليل، لازم ننام بالليل في الضلمه علشان الجروث هرمون في الضلمه، لازم الدنيا تبقى ضلمه واحنا نايمين. نقفل الواي فاي، نقفل الموبايلات، كل الحاجات دي تتقفل. احنا محتاجين الجروث هرمون يبدا يفرز في جسمنا علشان الحرق، احنا الجروث هرمون مهم جدا في الحرق. والاطفال محتاجين يناموا اكتر من كده شويه، يعني 9 ساعات، يعني في حدود كمان 10 ساعات. المراهقين ممكن نقول ان هم ممكن يناموا زي الكبار، ممكن 9 ساعات كفايه قوي، بس ينامهم بالليل اول ما يجي وقت الليل يدخل ينام علشان الجروس هرمون يبدا يفرز. وبعدين لازم كمان ما يبقاش في حاله ستريس اللي هي الشد العصبي. الشد العصبي بيفرز هرمون اسمه كورتيزول، الهرمون ده بيخلي الانسولين يعلى جدا في جسمنا فبيخلينا نجوع، فمالوش اي لازمه خالص ان احنا نبقى اندر ستريس واحنا داخلين ننام، او حتى لما بنصحى اول نص ساعه في الصحيان دي مهمه جدا 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 لينا في الجروس هرمون برضو. احيانا دكتوره هدى بعض يعني بعض الشباب تحديدا لما يخش في موضوع ان هو يهتم بشكله ويبتدي يقلل وزنه بيبالغ شويه. ففي سؤال مهم جدا، هل يا ترى انا لو ان انا النهارده مشيت على العادات دي عرضه ان انا يحصل لي انيميا او يحصل لي مشاكل صحيه؟ طبعا الانيميا دي يعني لو انا وقفت الاكل المش هيلسي دوت ووقفت كميات اكل ويعني قللت بقى الموضوع بقى بالعكس وارد قوي وانا بعمل دايت نجي لي انيميا؟ طبعا اي حد بيعمل دايت غير صحي بيجي له انيميا على طول. الدايت لازم الاول نمشي عليه ونبقى عارفين احنا هناكل ايه قبل ما نبدا الدايت، ونقول له دكتور احنا هنمشي على النظام ده لو احنا مش عايزين نتابع مع دكتور، نقول له الاول احنا هنمشي على الحاجات دي هو بس يظبط لنا الدنيا ونكمل. بس الاحسن والمستحسن ان احنا نمشي مع دكتور في اي دايت. الدكتور هيظبط لنا الاكلات اللي احنا او الشخص ده بالذات محتاجها. يعني انا اللي فهمته من كلام حضرتك ان قبل ما ابتدي دايت او حتى في منتصف الطريق ان لازم اعمل تحاليل طبيه. طبعا قبل التحاليل طبعا دي منتهى الاهميه، ما بقاش ماشي وخلاص انا وزني بيقل، ولكن لازم اراعي اشوف الهيموجلوبين اشوف كرات الدم الحمراء، ده بالظبط منتهى الاهميه. يعني يعني التحاليل مطلوبه طبعا جنب النظام. لازم اعرف الاول انا داخل الدايت ده وانا عندي انيميا او انا سليم، لان بعد ما ببدا الدايت بيبدا يجي لي انيميا بعرف على طول ان الدايت اللي انا ماشي عليه ده مش سليم ابدا. فلازم الدايت يتعمل بكل المواد الغذائيه المطلوبه، بنقلل حاجات كتير وبنزود حاجات تانية مهمه، فعادي جدا انه يحصل انيميا اثناء الدايت بسبب ان احنا بنمشي على دايت مش سليم او دايت مش بتاعنا اصلا. وفي حاجه ثانيه مهمه حضرتك، يعني في بعض الناس مع الدايت بيحصل تساقط شعر. يعني في حالات بتشتكي دايما من لا انا ابتديت رجيم فانا ابتدى شعري يتساقط. دي يعني مشكله كبيره. المشكله دي بتبقى سبب حاجه بقى اساسيه غير طبعا الامراض اللي ممكن يكون الشخص ده عنده، ممكن يكون عنده مثلا ثعلبه، ممكن تكون ست مثلا بترضع. يعني مفيش مرض اضافي، هو بعيدا عن الامراض هو بس ابتدى رجيم او البنت ابتدت رجيم فبتبتدي تلاحظ ان هي في الصبح بتصلح شعرها بتلاقي كميات شعر بتنزل اكتر بكتير من الطبيعي. المشكله دي بيبقى اساس بتاعها ان احنا بنمشي على رجيم قاسي، الرجيم اللي هو بمنع نفسي من الاكل، بحرم نفسي من الحاجات كلها، بحرم نفسي حتى من الحاجات المهمه والمفيده اللي انا محتاجاها. بمنع نفسي من الفطار اللي هو اهم وجبه في اليوم كله، احنا اول ما نصحى الصبح لازم نفطر، الفطار ده هو اللي بيمشي معايا لغايه ميعاد السناك بتاعتي او ميعاد الغداء. فتساقط الشعر ده من اهم الحاجات اللي احنا بنركز فيها اول ما بنبدا الرجيم. لما بنعرف ان الشخص ده بيبدا عنده تساقط الشعر على طول بنعرف ان هو ماشي على رجيم قاسي او ماشي على رجيم اللي هو بيسموه الفاكهه الواحده او رجيم النوع الواحد من الاكل، يعني بياكل مثلا تفاح بس
او موز بس. الريجيمات دي نوع ريجيم دلوقتي يعتبر موضه موجوده حاليا هو الكيتو، يعني ده الناس ريجيم الكيتو ده بتنهي النشويات تماما. انا هقول لحضرتك على نظام الكيتو ده. هو نظام الكيتو ده محتاج حلقه لوحده اصلا. ده نظام ده كبير موضوع كبير جدا. نظام الكيتو ده ما هوش حاجه جديده. نظام الكيتو ده كان بيعملوا الاغريق زمان سنه 500 او 530 تقريبا، كانوا بيعملوه علشان يعالجوا مرض الصرع، وكان فعلا بينفع في مرض الصرع. وكان كمان بيستخدموا رجيم تاني هو رجيم الصيام، برضو كان افكتيف جدا في علاج الصرع. طبعا الصيام ده يدخلنا في موضوع الصيام المتقطع. أنا طبعا موضوع كبير جدا. اقول لحضرتك على حاجه، انا يعني شايف بعض الحالات واعرفهم بشكل شخصي، يعني نزلوا في قرابه في اقل من 6 شهور ل 20 و30 كيلو. الموضوع انا بصراحه مشفق عليه. يعني هل يا ترى النزول الحاد ده طبعا ده مشكله كبيره مطلوب خالص؟ النزول الحاد ده معناه ان في مشكله انا بتعرض لها. ده معناه ان انا بفقد دهون مهمه جدا في جسمي. الدهون دي على فكره بيتخزن فيها الفيتامينات الضروريه والاساسيه في جسمي، اللي هي برضو مفيده للشعر والبشره والضوافر. فبمجرد ما بخسر كل الدهون هم بصراحه، يعني بصراحه انا في بعض هم بينزلوا في بعض الحالات انا شفتها ومتابعها، لا انا ما عرفتوش. يعني في ناس استغنت عن هدومها خالص اللي كانت بتلبسها. ما هو ده الرجيم القاسي اللي بيتعرضوا له. بيتعرضوا للرجيم القاسي ده ممكن معانا في انيميا، سقط شعر، وبعض المشاكل الاخرى. طبعا رجوعا للرجيم الكيتو، هو رجيم حلو جدا، اوكي ما فيهوش مشكله خالص. بس الرجيم ده علشان بس الناس اللي بتحب تعمل الرجيم من نفسها، اهم حاجه ان احنا نتابع مع دكتور. رجيم الكيتو علشان ده بيطلع كيتون بوديز في الدم، اللي هي جزيئات الكيتو دي لازم نتابعها بشويش، وايه كل شهر كده نعمل التحليل. الموضوع الحيوي بيعتمد بقى على الكيتون بوديز بعيدا عن الكربوهيدرات، بعيدا عن الجلوكوز. يعني بالظبط كده. طب لو حبينا نتكلم على بعض الحالات بقى دكتوره هدى، في عندهم مشكله ان هم بيتبعوا حميه غذائيه وبياخدوا ادويه احيانا، وبيفضل وزنهم تقريبا زي ما هو، ويعني وزي ما بيقولوا اضيف لحضرتك من الشعر بيت، لا في بعض الحالات بتزيد. بالظبط. يعني انا فوجئت ان في بعض الناس بتبقى ماشيه فعلا وملتزمه، وبتيجي تسالني تقول لي انا ماشيه على رجيم، واحيانا كنت في صيدليتي مثلا كنت بنصح الناس بانظمه غذائيه وكنت بتابع معاها وبتاع، فكان بيرجع لي بعض الحالات بوزن زائد ممكن يخش مثلا في نسبه 5 ل 10% زياده. اولا لازم نتاكد ان المريض ده فعلا ماشي على رجيم مع دكتور، ما هواش ماشي على رجيم لوحده. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم ناكد عليه ان في حاجه هو دايما بنساها، ان هي شرب الميه. احنا بنشرب 3 لتر ميه في اليوم، ما ينفعش اقلل عن كده. احنا في الشتاء صحيح، ده اجحاف انا عارفه هيبقى صعب جدا عليا ان انا اشرب 3 لتر ميه، بس اوكي مفيش مشكله خالص لو شربنا 2 لتر ميه في اليوم ونعدي الشتاء على كده. ده الشكل الطبيعي غير رجيم الميه، لان في بعض لا غير رجيم الميه، تتابع نظام رجيم الميه وده كان لا لا لا, لا, لا ده اصلا ده غلط تماما اصلا رجيم الميه ده. لا هو شرب الميه نفسه بيزود من الحرق في جسمنا بكميه عاليه جدا جدا. فشرب الميه مهم جدا في حياتنا، ده غير ان هو بيحسن من الحاله النفسيه بتاعه المريض. فشرب الميه اتعمل عليه دراسات كتيره جدا، وهو شيء مهم جدا لحياتنا. تاني حاجه، ما نعتمدش على مشروبات اللي هي اللي فيها كافيين او الشاي او القهوه او الحاجات دي في ان هي تعوض لنا الميه اللي احنا بنشربها. يعني دي حاجات مش ملهاش علاقه بشرب الميه خالص. احنا لما بيقول لي مثلا انا شربت كوبايتين شاي النهارده، انا ما بعتبرش ده شرب ميه. اوكي اشرب الشاي اللي انت عايزه، بس اشرب ميه بالكميات اللي انا قلت لك عليها. بعد كده في ناس بتقلل بقى من قيمة الحاجة اللي جاية دي على طول، الرياضة. في ناس ما بتحبش الرياضة، وفي ناس بتقلق من الرياضة، وفي ناس ما بتعرفش تعمل رياضة او ما عندهاش وقت. وفي ناس بتبتدي الرياضة وما بتكملش، وده الغالب على فكرة. بالظبط. تشترك في الجيم وتدفع اشتراك سنوي وبتضيع الفلوس، بتضيع للاسف. بالظبط كده. فالنقطه بتاعت الرياضه دي انا ما بضغطش على حد خالص في الرياضه. بس أنا المهم يعني موضوع الرياضه يا فندم، يعني في احيانا بيبقى في توجيهات خاطئه. يعني في سؤال يمكن جالي دلوقتي، يعني حد بيسالني طب انا في بعض الناس بتنصحني وانا ماشي ان انا مش شافط بطني وماشي بشكل معين، الحاجات دي بتاثر؟ طبعا احنا طول ما احنا ماشيين او طول ما احنا بنتحرك لازم نبقى عاملين حسابنا ان احنا ما نستريحش وقت ما تجينا الراحه. يعني لما اشوف قدامي اسانسير ما اركبوش. يعني شفت البطن وان انا امشي ابقى ماشي مشدود. يعني بالظبط، ابقى ماشيه مشدوده، فارده ظهري كويس، شفت بطني، وفي نفس الوقت لما الاقي قدامي سلم اطلعه،
ما استخسرش اطلع السلم. السلم مهم جدا، وعلى فكره السلم ده من الحاجات اللي بنصح بيها بالذات ستات البيوت اللي بييجوا يعملوا معايا الرجيم. رياضه مجانيه. دي رياضه فعلا، هي دي بقى الكلمه اللي انا ببقى عايزه دايما اقولها للناس، دي الرياضه المجانيه. احنا عندنا فرصه لطلوع ونزول السلم في بيتنا، في المترو، في الشغل، في اي حته. لما الاقي سلم قدامي اطلعه وما استخسرش، وما اطلعش على السلم الكهرباء ولا حتى الاسانسير. طب هدى، بتجي لنا حالات بيقول لك انا مش هقدر اوقف اكل، يعني انا عايز اخس بس انا الاكل بالنسبه لي مشكله، وفي ناس كتير جدا كده يقول لك لا، يعني انا الموضوع بالنسبه لي لا، ده بيعمل لي نوع من الاكل في حد ذاته نوع من الموتيفيشن، بيخرجني من ضغوط الحياه، بيخليني مرتاح نفسيا، انا ما برتاحش غير لما اكل. مفيش مشكله خالص. فده نتعامل معاهم ازاي؟ دول الناس اللي مش بيعرفوا يلتزموا باكل معين، بس ممكن يلتزموا بمواعيد معين. فما فيش مانع خالص ان الناس دول يبداوا نظام رجيم بمواعيد وياكلوا برضو كتير. يعني انا بعمل برضو ياكلوا كتير. ياكلوا كتير، هياكلوا كتير، هنحط لهم بروتين كتير في الفطار، هنحط لهم بروتين كتير في الغداء، وكذلك في العشاء، علشان ما يزهقوش من الرجيم نفسه. يعني حتى الناس دول هنزود البروتين على قد ما نقدر. بالظبط كده. والدهون طبعا. ناس كتير بتجيلي بيقولوا لي احنا بنحب المحشي، طب انا اعمل ايه؟ انا مش عايز ابطل محشي. فالحل البسيط ان انا احط لك محشي في الرجيم، وفي نفس الوقت اقلل لك من الكالوريز اللي انت هتخش لك في جسمك علشان تخس. فدي برضو مشكله ناس كتير. يعني في ناس بتحب الشوكولاته وما بتقدرش تبطل، في ناس بتحب السكر وما بتقدرش تبطل. فبنبدا معاهم خطوه بخطوه بحيث ان هم يعرفوا يمشوا على الرجيم الصح، بقلل لهم الحاجات دي سنه سنه لغايه ما بيعرفوا يمشوا صح بعد كده معايا على نظام سليم. طب هو يعني في نصائح زي ما حضرتك ذكرت ان وجبه الفطار دي هي الوجبه الاساسيه وما ينفعش نستغنى عنها. طبعا في نصائح بتجزيء الاكل، يعني بدل ما يبقى في خمس ثلاث وجبات في اليوم يبقى خمس وجبات. طبعا في اليوم. طبعا ده رجيم اللو كارب. الرجيم ده بيتعمل تقريبا لمعظم الناس، الناس اللي دايما بالذات المصريين اللي هم متعودين ياكلوا عيش ورز وخضار والحاجات دي. فاحنا بنعمل لهم رجيم اللو كارب اللي هو متقسم على اربع او خمس وجبات في اليوم. ليه احنا بنعمل كده؟ علشان الحرق. اربع خمس وجبات بكميات مش اربع خمس وجبات بنفس لا بكميات. لا 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 طبعا بكميات مختلفه علشان ما نوقفش الحرق. احنا عايزين الشخص ده يفضل يحرق طول النهار. فهنعمل كده ازاي؟ لازم يخليه يفضل ياكل. فهيخليه يفضل ياكل ازاي؟ هنديله فطار كويس جدا، يتغذى كويس جدا في الفطار، ياكل بيض او فول، الحاجه اللي بتملى المعده. وبعد كده بعديها بثلاث ساعات تقريبا بنديله سناك صغيره كده، الحاجه اللي هو بيحبها، الحاجه اللي مش عارف يبطلها او مش قادر يبطلها، بديها له بس حته صغننه. يعني بدل ما ياخد شوكولاته كامله بديله حته شوكولاته، او مثلا حته برتقان او تفاح، الحاجات الايه الخفيفه دي. وبعد كده نخش في الغداء اللي هو طبعا وجبه دسمه كبيره وعظيمه كده عشان تملى البطن، وبعدين سناك ثانيه، وبعدين العشاء. اهم حاجه بقى ان احنا نوقف اكل قبل ما ننام باربع ساعات. اربع ساعات. في ناس كتيره قوي بتقول لا احنا بنوقف اكل الساعه 7. كل الناس بتقول 7، لا هو مش 7، هي اربع ساعات قبل النوم. بالظبط. دكتوره هدى، اللي ممنوع دايما مرغوب. بالظبط. صح كده. طبعا. دكتوره هدى عبد الرحمن، اخصائيه تغذيه لعلاج السمنه والنحافه. حلقه قويه، واحنا على وعد ان شاء الله بلقاء تاني باذن الله تعالى. الساده المشاهدين، زي ما قلت لحضراتكم موضوع السمنه ما يكفوش حلقه واحده، بالعكس احنا لازم نتكلم فيه مره واثنين وثلاثه، لان الموضوع بيمسنا وبيمس كل بيت وبيمس مستقبل اولادنا وحالتنا الصحيه بصفه عامه. الساده المشاهدين، سعدت بكم النهارده، وان شاء الله نتواصل قبل ساعه من دلوقتي باذن الله تعالى يوم الجمعه الجايه مع برنامج صحتك ثروتك. شكرا جزيلا.